وانا اليوم موضوع الاقتصاد. الاقتصاد هو عصب الحياه، والاقتصاد قد يكون وسيله للربح والتنميه، وقد يكون وسيله للكسب، وقد يكون وسيله ايضا من وسائل السعي لاستخدام الاخرين او لاستغلال الاخرين. البحث عن الحسن الاجتماعي ارتبط بقضيه الاقتصاد عموما، وتعددت المدارس التي تبحث عن العدل الاقتصادي، سواء في النظم الشركية أو حتى في النظم الرأسمالية على طريق ضريبة تصاعدية أو وجود النقابات، وأيضا نسبة للإسلام. تعددت كثير المفاهيم حول الاقتصاد الإسلامي وبحثوا أيضا عن هذا الكلام. الشيء اللي احنا فاقدينه ان احنا نرى قصة الاقتصاد ايه. يعني مثلا ببساطة لو شفت في اقتصاد، وما يقع على الاقتصاد يقع على السياسة والاجتماع والاعلام وكل قطاعات مظاهر الحياه، كل واحد ايه القصه. واحنا لما بنقول حاجه اسلام سياسي بوليتيكال اسلام او اقتصاد اسلامي جنبي، ايه القصه دي؟ فهنفصل كلمتين، كلمه اسلام وكلمه اقتصاد، ونشوف العلاقه بينهم. الجمع ده تسميه ايه؟ نشاط سياسي، اجتماعي، فكري. طب لو كان فكري، طلبنا ان احنا نتفق نسميه فكري، ملوش ابعاد اقتصاديه؟ ملوش ابعاد سياسيه؟ حقيقه تقسيم السياسه والاقتصاد ده تقسيم اكاديمي وظني، وقد يختلف فيه البعض، لذلك انت تلاقي ايه؟ علم الاقتصاد. بعدين تلاقي علم الاقتصاد السياسي، علم الاجتماع السياسي. فالاصل في النشاط الانساني وحده النشاط، الانسان يعمل ايه؟ ياكل، يشرب، يحضر محاضره. احنا قسمنا ده لتعقيد النشاط الانساني فقسمناه عشان نفصل بس عشان نقدر نفهم. لكن في الحقيقه لا يساوي هناك نشاط اقتصادي بالمعنى المطلق. وإن كان هناك أقرب للاقتصاد هتلاقي لأي نشاط، تلاقي لبعد اجتماعي وبعد سياسي بعد متكامل. وجبنا ده ازاي؟ اللي هو البناء الأبنية، زي ما قلنا بقى بناء إداري. يبقى في المجتمع يعيش في أبنية. المجتمع الإنساني من ذكر وأنثى يتعقد بقدر تعقد الإنسان، يعيش في كيانات مهما كانت بسيطة. يعني مثلا لما تشوف محل صغير حتى ستول ان ماركت بيع عليه حاجة بسيطة، هذا الرجل الوقت بيبيع ده في الماركت في حدود قليلة جدا، نفس مبادئ البيزنس أو الكيان اللي بيقوم عليه إقامة عمل تجاري كأكبر شركة في العالم. لكن ده على مستوى صغير وده على مستوى كبير، لكن الأسس بتاعتها. في البداية عايز أتعرض لكلمة أسيء فهمها جدا، وأنا أظن أن هذه الكلمة كلمة واحدة في القرآن، أصل العلوم الإنسانية كلها. وأنا حريص إن أنا ما أكونش علوم اجتماعية، لأن الاجتماع هي نزعة مثلها زي الاقتصاد في الإنسان. فما صحش إن أنا أسمي العلوم الاجتماعية كشيء جامع. أنا مش بتكلم عن العلوم الإنسانية. بما فيها اجتماعية، اقتصادية، سياسية، علمية، كل أنشطة الإنسان. ومهما تعقدت أنشطة الإنسان لو جربتها، بص للأساس. الكلمة اللي هي أسيء فهمها كلمة خليفة. وأنا أظن أن هذه الكلمة هي أساس العلوم الاجتماعية كاملة. وجاءت في القرآن مرتين. في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ليه الملائكة قالوا كده يعني؟ إيه يعني خليفة؟ وللأسف الشديد كثير جدا يقول لك خليفة الله في الأرض. وهذه كبيرة، كلمة كبيرة جدا يعني.
الله سبحانه وتعالى لا يكون له خليفة. وللأسف الترجمة يقول لك vice gerent أو vice regent زي ريجن ستريت كده. الفايزز اللي أنا أسميها دي خاصة من خواص الإنسان لا علاقة لها بالخالق. وبعدين يقول لك حتى يؤدي دور الخلافة. طب مين اللي يؤدي دور الخلافة؟ مسلم ولا غير مسلم؟ فحينما يكون هناك معنى وتنسقه بمعنى آخر أنت عملت حاجتين في منتهى الخطورة. أولا أخطأت في المعنى وقد يكون خطأ شرعي. ده الخلاف ده علة الولد الخلاف. يعني علة الولد في الإنسان حينما يتزاوج وذلك له خلف صالح وخلف طالح في الاختلاف. فالإنسان وجوده وتزوجه عشان يوجد خليفة له فكيف لله سبحانه وتعالى على يكون له خليفة مش مهم. طب إيه خليفة دي بقى؟ برضه لو اتبعنا المنهجية بس مش عشان نضيع وقت كتير. فالأول إن هي ليس في حاجة اسمها خليفة الله. وكلمة خليفة دي حينما أطلق الله سبحانه وتعالى تسمية لهذا المخلوق. انت لما تيجي تسمي شيء زي مثلا لما سموا اخترعوا التلفزيون تيليفيجن جمع خواص المنتج ده وحطها في اسم. فربنا سبحانه وتعالى بكماله وضع اهم خواص في الانسان في كلمه خليفه. تحدد البناء الاقتصادي الاسلامي عن طريق الحدود الشرعيه. يعني مثلا الزكاه. بلاش تحريم الربا عشان ما حدش يسال اسئله في الربا دلوقتي. وان شاء الله نشرح الربا ان انتوا تسالوا اسئله في الربا. كلنا عارفين الزكاه. اليست الزكاه اصل في تكوين المجتمع؟ في حد ما بيدفعش زكاه حتى الفطر؟ زكاه المال؟ مش ده جزء حد من الحدود او قانون يحكم البناء الاقتصادي. ما كانش عندنا علم اقتصاد من فترة قليلة. لكن هل ما كانش عندنا معرفة بالبعد الاقتصادي للنشاط الإنساني؟ كان موجود بس بندرسه من خلال إيه؟ من خلال الحدود الشرعية. الغرب جه إزاي؟ لما إحنا كان عندنا فقهاء في الربا وفي الزكاة وفي البيوع أيام الغرب ما كانش يعرفوا معنى البيوع. الثورة الصناعية ثبتت نجاحها وتطورت تطور ملموس جدا في أوروبا. فكان نتيجة الثورة الصناعية المنهج العلمي. ما هو المنهج العلمي؟ المنهج العلمي يخص يعني في النهايه احنا اتكلمنا شويه ايه هو في البيور ساينس والسوشيال ساينس. اصله كان في الماده لان الماده ليها خواص. تقوم تعمل نظريه منهج علمي ازاي؟ تاتي باللغه ثم تضع تفسير لهذه الظاهره ثم تحدث تجربه لتفسير هذه الظاهره. المهم المنهج العلمي ثبت له صحه في قطاعه. فحاول الغرب من احساسهم بنجاح هذا المنهج تطبيقه على العلوم الاجتماعيه على الانسان. وهنا بقى حقف شويه واقدم حاجه ثانيه بحيث تربطنا بالموضوع. في حاجه في عقيدتنا انا بسميها معادله الخلق. عشان نقدر نفصل ما بين المنهجين. ما هي معادله الخلق؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. شوفوا تعميم خلق لكم من أول سيدنا آدم لحد آخر واحد ما في الأرض. يعني إحنا كلنا شركاء ما في الأرض. وسخر لكم ما في السماوات والأرض. يبقى خلق وتسخير لمين؟ للإنسان.
عشان ايه ده كله؟ ادي جزء من المعادله لازم نقتنع به، لان احنا هنختلف مع الغرب هنا. سخر لكم ما في السماوات والارض ودون تسخير لا فائده من الخلق. يعني لابد من التسخير، ما في السماوات كلها والارض. طب انت بقى الانسان اللي ربنا خلقك كل ده ليه؟ وما خلقت الجن، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فدي المعادله، انا مخلوق لكل حاجه، كل شيء مسخر ليا، انا بعمل ايه في الكون ده؟ اعبد ربنا. كيف اعبد الله؟ ما هي العباده؟ العباده ان تستهل ارادتك في طاعة الله. ازاي استهل الإرادة؟ لأن أنت مخير. إذا هذا الاختيار هو محور الحياة. طيب لما قلنا ده أنا مختار ودي إرادة الله سبحانه وتعالى ودي طبيعة وجودي في الكون لتحديد الهدف عبودية الله سبحانه وتعالى. لكن ده الشيء الآخر اللي هو خلق ليا وسخر ليا له منهجية. أنا منهجيتي إيه؟ أجيبها منين؟ أولاً من الخطأ، وده الفرق الكبير ما بين المنهج الغربي أنه أخضع العلوم الإنسانية للمنهجية العلمية. وذلك حتى كلمة ساينس دي مشكلة. Very problematic. ساينس إيه هو ساينس؟ هل هي المعرفة؟ ولا هل هو ساينتيفيك كلمة حديثة؟ اللي هو تقصد المنهج العلمي. طيب لو اتبعت انت في العلوم الانسانيه المنهج العلمي ينفع؟ ما ينفعش. اختلاف في الطبيعه، اختلاف في الهدف. طب انا اجيب منهجي من فين بقى؟ هو هنا الوحي. ولذلك بصوره مجرده لو نظرت الى العلوم، مصدر العلوم اثنين مصدرين ليس لهم فارق، إما عقل وإما وحي. والعقل يحكمه للمادة المنهج العلمي اللي هو المعنى، والوحي يحكمه النص. فافترقنا. والحقيقة يعني كما ذكرت مدخل الاقتصاد السياسي لم يكن مدخل وإنما كانت مدارس. يعني دخلنا إلى عوالم كثيرة جدا، وبالتالي توقع طرح الأسئلة كثير. أزعجني خالص يا أخي لفظ نحن وهم. أنا بعتقد اللي صنع أي إنسان عمل أي حاجة إنسان أنا بنسبها لنفسي. إحنا كلنا من آدم، ليس فرق بيني وبين الإنسان الآخر. كل ما هناك هو فيه حتى وخصوصا مؤخرا لم تتاح لي فرصة، ولذلك هو عمر الأرض أكثر وعمل لي المخترعات اللي شفناها في 50 عام اللي فاتت دي خطيرة خالص صارت في وقت في بعدين ثاني يا أخي الفاضل، المسألة يعني أنت يعني أنت حبستني في يعني قلت نحن مرجعيتنا الإسلام، باب التأويل مفتوح، ولكن انا شفت انك انت فتحت ورحت اغلقت مره اخرى فيما يتعلق بالاجتهاد في الفكر. في الانسان ليس له حدود، ليس هناك رقم اسلامي ورقم غير اسلامي. ليس يعني انا جزء من هذا العالم الانساني ويسعدني ان استمر كذلك، وانا احسد هذه المجتمعات بصراحه الغربيه على ما وصلت اليه. ولم اتوصل الي ان في بلادي الاسلاميه عدد الفقراء اللي عندي انا والناس تعانيه في بلادنا، وعدم العدل في توزيع الثروات بين الثروه القوميه بين الناس في المجتمعات الغربيه في شيء من العداله بصراحه انا احسدهم عليه. ان محاولات تسييس النص الديني ليست محاولات خاصه بالدين الاسلامي فقط. محاولات تسييس النص الديني محاولات تمت في المسيحية واليهودية والأديان جميعها تقريبا، بل وتعدد إطفاء شكل من أشكال التميز على قضية فكرية معينة وتحويلها لقضية جامعة شاملة
لإضفاء قوة شيء من التميز على قوة سياسية بعينها وهو الإخوان المسلمين، يعني اللي حضرتك بتقوله هو تسييس نص ديني بيفيد قوة سياسية. هذه القوة السياسية الآن أصبحت كالفيروس منتشر في المنطقة العربية بالكامل، وبيتضاف إليها كمان هالة من القدسية، يعني بقى معاهم جميعا كارت إن الكلام ده كلام ربنا. دي الحقيقة واحدة. الحاجة الثانية إن من التبسيط الشديد إن إحنا نقول احتياجات الناس الأكل والشرب والنوم في كافة المجتمعات، يعني بالتأكيد في المجتمع الرعوي لما كان الإنسان بيمشي خلف الجمل، غير الإنسان اللي عايش في القرية، غير الإنسان اللي كان على وادي النيل، غير الإنسان اللي هو بيشتغل في الطبقة العاملة، غير مالك المال. فهناك اختلافات ضخمة جدا ما بين المجتمعات اللي البشرية مروا بيها. ثلاثة، الفكر ليس معزول عن الحاكم والمحكوم. أي فكر من الممكن أن يخدم من يحكم، أي فكر من الممكن أن يخدم أصحاب المال، وأي فكر من الممكن أن يخدم الفقراء والمحرومين. وأنا ما أعتقدش الفكر اللي أنت حضرتك بتقدمه في إحدى يعني ينتمي للثلاثة هيدينجز اللي أنا قلتها. أنت لو جبت شيء من حديثي بالتحديد وقلت ده خطأ فيه كذا أو صح فيه كذا ممكن نختلف. ده تسييس النص الديني يا بني. حضرتك بتسييس النص الديني وبتحوله لآلية في إيد قوى سياسية معينة. وبالتحديد يعني الشيء الذي تلتف حول الجماعات الإسلامية في أغلب العالم العربي ويميزها عن غيرها هي فكرة الربا. بيتقال إن ده الاقتصاد الإسلامي، لا يوجد شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي ولم يكن أبدا هناك شيء اسمه الدولة الإسلامية. طب أرد. اتفضل حضرتك. قلت الفكرة وأنا استوعبتها. هو انا مفيش حاجه اسمها تسييس النص الديني. ليه قلت في خلينا يعني تحدثت يا دكتور عن تقسيم مثلا تجربه البنوك الاسلاميه سنضرب مثلا عندنا في السودان اعتبار ان النظام المصرفي هو دائما بوابه الاقتصاد الاسلامي. يعني اثبتت هذه التجربه ان البنوك الاسلاميه اللي هي الدوله بعد ما تبنت موضوع الشريعه الاسلاميه مارست سياق ربوية أفحش من السياق الموجودة في الاقتصاد الغربي بمسميات مختلفة. مثلا الانترست اللي هي الفائدة بس يسموها مصاريف إدارية، مثلا البونس مثلا هم يسموها وديعة استثمارية، البونس اللي بده فيها بتاعت أرباح أو أرباح ربوية أو فائدة محددة. أنا كنت مثلاً أتمنى يعني لو يا دكتور أنت وغيرك من الناس الباحثين في الاقتصاد الإسلامي، أنا ما ضد أي فكرة، ما ضد فكرة الاقتصاد الاشتراكي ولا رأس المال ولا الإسلامي وأي فكرة هي بتسري الحياة كده. كنت أتمنى يعني لو إذا من خلال كتاباتك أو حتى من خلال محاضرتك دي وضحت اعتبار إنه حس النظام المصرفي بيطبق في الدول العربية مش السودان، يعني أقصد النظام الإسلامي لا لابد متمسك بالصيغة التي أتحدث عنها موجودة في الإسلام، فهي جزئية. إذا كانت هي من مقتضيات العمل المصرفي أو الحياة كنت أتمنى أن الباحثين يكتبوا أو يؤصلوا يعني من أمثالك أو غيرك أنه يجد لها تفسير واجتهادات. تحولت إلى مفردات كثيرة وأجزاء حقيقة بعضها متباعد وبعضها قد نجد يعني يصعب الربط بينه. فأنا أتمنى عليك أن في نهاية المحاضرة هاي أن تضع لنا تعريف للاقتصاد الإسلامي، تعريف ممكن أن يكون في سطر أو سطرين ولا نشوفه حتى نختزل هاي الأصول اللي تفضل فيها. في مربع كبير جدا من الاقتصاد الإسلامي له ثلاث حروف ده فهما قد يختلف واحد تاني. مفهوم النقود مهم جدا في الإسلام، ودراستي كمحاسب واقتصادي لا اقتصاد دون نقود، لا عمرك لا هتفهم اقتصاد ولا ربا ولا اي حاجه الا ما تفهم نقد. مفهوم النقود، تحريم الربا، ما هو الربا وكيفيه تحريمه، يعني في التشريع الاسلامي جاء بنوع اسمه ربا الفضل لم تعهد البشريه من قبل. لذلك العرب استغربوا لما جاء نص تحريم الربا، قال لك ايه الربا؟ أضاف التشريع الإسلامي نوع جديد من أنواع الربا للمتعارف عليه. فالربا مش عملية سهلة، لازم تعرف لما تسمع مثل الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء سواء بسواء، والبر والقمح
والملح والتمر، ست أصناف. هذا زاد سواء سواء، فمن ازداد أو زاد فقد أضل. إيه كلام كلام عجيب يعني مش سهل، فلازم تفهم إيه هو، لأن إحنا تشريعنا يعتمد على الفهم. اقرأ دلوقتي بتعرف إن في علم في الاقتصاد اسمه مونيتري مانجمنت، هو بقى كل الاقتصاد اللي هو في الإدارة النقدية، مفهوم النقود، تحريم الربا، فرضية الزكاة. وفرضية الزكاة لا يمكن تفهم الربا إلا فرضية الزكاة. ثلاثة موضوع واحد لو تقسمهم ما تقدرش تفهم. الرابع تحريم الخمر والميسر. تحريم الخمر هنا تصل الجي دي بي بتاع انجلترا أو بتاع أوروبا عامة يصل في صناعة الخمر إلى 15%. نسبة عالية جدا تزيد على 15% من تكلفة الـ National Health. طب الجامبلينج الميسر، تحريم لازم تفهم الميسر، ده الرابع، رابع الرؤوس. يعني بعد ما طلعت الدول العالم كلها العظمى من الحرب مهلكة تماما وشبه مفلسة، ابتدوا انهم يبصوا ازاي يعوضوا مناطق الاستعمار القديم، وابتدوا ان هم لقوا التهديد الوحيد للنظام الرأسمالي هو النظام الشيوعي بتاع كارل ماركس في الكتلة الشرقية. ابتدوا ركزوا عليه لفترة من الزمن حتى وقع لغاية ما وقع الكتلة الشرقية بالكامل وتفككت. الوقت المرحلة الحالية هي مرحلة هدم النظام الاقتصادي او ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي من نظرهم. عايزين يثبتوا ان هذا النظام زيه زي النظام الشيوعي لن يفلح ولن ينجح. كررت دائما كلمة عقيدة. ما هي العقيدة؟ لم يرد في القرآن شيء اسمه عقيدة. هناك عبادة، والعبادة انك تتبع طريق مستقيم، حتى في اللغة العربية يقال طريق معبد، يعني طريق في علامات لما تتبعه تختلف العلامات من شعب من بيئة إلى بيئة. مثلا العرب كانوا يرشون بالقطران، يقول طرف ابن العبد وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني البعير المطلي بالقطران كأن المعبد. فإذا التعبيد ورش بالقطران، عند الإنجليز التعبيد يكون يرشون عليه حجر. فإذا العبادة هي اتباع طريق معين، هذا طريق مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا. فالعقيدة ما هي؟ العقيدة بالعكس هي من ناحية اللغة حتى عكس الطريق. العقيدة أنك تعقد شيء، فكيف أنك تشيل الدين وتخلي العقيدة وتقول أن المفهوم لا يتغير؟ أين هي العقيدة في القرآن؟ لم ترد هذه الكلمة على الإطلاق. شيء آخر هو التشابه ما بين الذي يقول تسييس الدين. الدين هو يعني الدولة الدينية اختلاف عن الدولة المدنية. في الحقيقة الدولة المدنية هي الدولة الدينية. حتى التشابه باللفظ بين الدين والمدينة بدليل أنه الرسول لما هاجر إلى يثرب وذكرها القرآن يثرب، بعدين لما أقيمت فيها الدولة على صغرها صارت مدينة، المدينة وما حولها من الإعراب، والقرآن سماها المدينة وما حولها من. إذن المدينة هي التي يقام فيها شرع الدين، هي التي يقام فيها مهما كانت صغيرة. في حين سمى مثلاً القريتين فارس والروم رغم انهم امبراطورية واسعة سماهم قرية. القرية هي من تقري، يعني تقدم الطعام والشراب مثل ما تقري الضيف، انك انت تقدم له هذه الواجبات اللي هي يعني اشياء مادية. وهذه في الحقيقة ما بها كثير يعني تعقيد، حتى قطعان الحيوانات ممكن تعيش مع بعض ويكون بها نوع من التكافل الاجتماعي. المدينة هي اللي تمتاز عن مجرد القرية بأن فيها تطور روحي، فيها يعني ما يلبي حاجات الإنسان أكثر من مجرد طعام وشراب وغيره. فالدولة المدنية هي الدولة الدينية، وهذا الخلاف المفتعل إنه دولة مدنية ودولة دينية ما له أساس من النص. إحنا في الدول العربية في الغرب قابلنا ونبغى نحط الاقتصاديات الغرب كلها في يوم واحد. سويناها في 1973، رفعنا سعر البترول بخمسة أشهر تحطمت اقتصاديات الغرب. بس عندنا حاكمين عرب، هذول اللي يستغلون ويستثمرون فلوسهم ما يستثمرون بالدول العربية، يستثمرون بالغرب. الدول الغربية ما تستطيع تتقدم بدون مساعدة الدول بالأموال العربية. ما أكو دولة عربية ما
تؤهل وتمول ان انا من اي شيء تريده، من الفنادق الى ملاعب كره القدم الى معامل الى الى موانئ الى الى اي شيء تريده كلها، بس ولا يفكرون يستثمروها في الدول العربيه لانماء الجيل العربي حتى يحضر يقدمون الحضاره العربيه، ونحن نستغل ونستعمل اللقب الديني لدور نغطي عيوبنا ونواقصنا. ولماذا في تناقض بالقرآن؟ تحرمون مثلا الخمر على سبيل المثال، والشيء الثاني تقولون الله سبحانه وتعالى يجازي الصالحين يجازي الصالح بحور العين. هل هناك في دينكم يجازي الصالح بحور العين ولكن الصالحة بما هل يجازيها بحور؟ يعني هذا هناك يعني ما قدرت حقيقة أنا كيف أرد لها، لأنني في عدم دراسة العربية، من يدرس العربية وما أقدر أدخل وياها في هذا المواضيع. أرجو أن التعريف على هذا التناقض اللي أنا فهمته يا سيد الفاروق، انك شوشتنا كثيرا كثيرا جدا، انك تتطرق الى المفاهيم دون ان تنتهي الى نهايه لهذه المفاهيم. لا لا، اولا ما هي وحده التحليل التي تنطلق منها يا سيد الفاروق؟ هل تنطلق من الغابه ام تنطلق من الشجره؟ هل تنطلق من الميكرو او الماكرو؟ هذا واحد. اثنين، يعني لا يمكن ان يكون كل شيء هو دين. تقول ان الماركسيه دين، كيف الماركسيه هي دين؟ هل الراسماليه دين؟ هل القوميه دين؟ هي مذهب او ايديولوجيه في الاقل.